مبروك لرنا لطفي، ومبروك هذا الاكتشاف لسيدة من سوريا أتت من الغربة محملة بهمومها وآمالها وأوجاعها ورؤاها لتعرض هذا النتاج اللي هو حقيقة من لحم ودم وموسيقى وشعر. مبروك، وأنا جدا سعيد. حبيت أرجع بعد 15 سنة لأقول لبلدي إنه أنا اشتقت لك، لرجع شوية جميل من اللي قدمت لي إياه. 26 سنة عشتها هون، وهي اللي طلعتني فنانة بالأخير، فكان هذا أقل ما يمكن إني أنا أرجع وبلش من بلدي قبل أي عروض تانية برا. مجمل اللوحات هي شغلتين مرتبطين بالنسبة إلي كتير ببعض، الوطن والمرأة. بما إنه أنا امرأة كمان، كان كتير بحب إنه أوصل رسالة للمرأة، كيف يعني عايشة، كيف كانت عايشة، شو بحب تكون. والوطن امرأة، وامرأة وطن.